يعني نحن أمام مفترق طرق، وبالتأكيد كلنا ندعو إلى تجنيب العراق هذا الصراع بغض النظر عن الخلافات السياسية وعن الطروحات التي تجري وحتى عن أصل العملية السياسية. لكن للأسف الشديد هناك تواطؤ اليوم. عندما نعمل باتجاه مراقبة فعل حكومة السودان للأوضاع والحكومات السابقة، نجد أن هناك تواطؤا، ولا يسمى أن الحكومة ضعيفة. يعني إذا لماذا نصرف هكذا مليارات الدولارات على بناء جيش في وزارة الدفاع، ونصرف مليارات الدولارات من الأموال العراقية على إنشاء وزارة الداخلية وقواها وهذه الكاميرات والرصد والمتابعة، وإلى هذه اللحظة هذه القوات لم تستطع يعني كبح جماح هذه الفصائل؟ هل هي ضعيفة؟ إذا كانت ضعيفة إذا فليتم حلها بالكامل، وهذه المليارات تذهب إلى العراقيين لانتعاش سوء يعني معيشتهم، لأن الآن في خط فقر كبير. وإذا كان هناك قوة، وهذا الذي نعول عليه، هناك قوة للجيش وقوة لوزارة الداخلية وبالذات الجيش، المفروض الخيار الأول للسوداني أن يبدأ بعملية الردع. وهذا الردع، لا هنا نقول أنه ستكون مواجهات عسكرية، لكن هذا الردع أقل تقدير يجنب العراق لمرحلة الصراع القادم. أول هذا الردع هو إدخال الجيش في هذه المعسكرات العشر، ومنها جرف الصخر، والاستيلاء الكامل على معسكر مجاهدي خلق إيديالة. هاتين المعسكرين إذا دخل الجيش واستلم زمام الأمر فيها، هناك ستهدم العاصمة بشكل كبير. ومن ثم يبدأ عملية الاعتقالات. الدستور ينص على حظر في المادة 9 وغيرها من بناء القوات العسكرية والأمنية، على حظر تشكيل أي طرف مسلح. وبالتالي هناك أطراف مسلحة موجودة وتدعي أنها لا تمثل الحكومة ولا تمثل أي جهة أمنية، وبالتالي هي مستقلة. هذا ليس عذرا، أو ليس أنها ستكون في بحبوحة من العمل اللاقانوني. لذلك ينبغي حقيقة اعتقال قادة هؤلاء ضمن مذكرات 4 إرهاب، وإيداعهم في السجن بشكل واضح. بالتالي قطع الحدود والكليدورات الإيرانية في غرب العراق وشماله من طريق سنجار على الحدود بالجيش العراقي والمتابعة. وهذا حقيقة إذا عزل العراق عن هؤلاء، عن الساحات الأخرى المحيطة، سنجنب العراق بنسبة 70% من أتون هذا الصراع. لكن هناك ضعف، وأنا أقول حقيقة أن الذي ينظر لا ينظر إلى أن هناك ضعف، إنما يقال عليه تواطؤ. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية صعدت من لهجتها، لأن الاتفاقيات مع السودان في زيارته الأخيرة لواشنطن لم ينفذ منها شيئا واحدا. نعم من